بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم عندنا مشروع في مادة هندسة مصادر المياه، والبروجكت أو المشروع يتكلم عن ترانسميشن لاين سيرفر. راح نعمل هذا المشروع بالدايناميك إكسل شيت. عندنا في المشروع راح نصمم الدايمتر، وراح نحدد البومب، وراح نرسم سيستم كيرف والبومبينج كيرف، ونحسب الكوست. عندي بداية هذه المعطيات موجودة في الكيس 1. راح نحسب ما بين الخزان بالارتفاع هذا إلى الخزان بالارتفاع هذا، وأعطاني أنواع البايبات الموجودة في السوق. أما في الكيس 2، الكيس 2 راح أحسب لبمبين أو تريبل بمب ليوصل الخزان الثاني. وعندنا في الكيس 3 سنجل بامب، ولكن سيوصل إلى خزانين بنفس الارتفاع ونفس الطول ونفس البايب. الآن نذهب للإكسل. هنا أنا كتبت المعطيات المعطى لينث، الفوليوم، والكيو، والمستوى الخزان، ونوع البايب. والمستخدم راح يختار نوع البايب ليتغير الرفنس، يتغير مع المعادلة وكل الحلول. والدلتا دي الموجود في السوق 25 مليمتر، دي سيلكتد حسبناها بعد ما حسبنا دي ريكواير هذه المعادلة. طلعنا ب 382 أو 83 مليمتر، فأصبح دي سيلكتد ب 400، لأن الدلتا دي ب 25 مليمتر. وبذلك حسبنا الاريا اكتوال والفي اكتوال كيس على دي والرينولدز نمبر والفريكشن، وأعطانا الانداب 10%، وحسبنا الاتش ستاتيك والاتش بوب، وفرضنا الدلتا كيوب 25، وفرضنا أعطانا هو أن من 0 إلى 400 لتر بير سكند الفلو ريت. بعد ذلك حسبنا الفلوسيتي بهذه المعادلة ما بين الكيو وما بين الاري اكتوال. بعد ذلك حسبنا الرينولدز نمبر بهذه المعادلة، ثم حسبنا الفريكشن بهذه المعادلة، ومن ثم بعد ذلك حسبنا الاتش سيستم هذه المعطيات وهذه المعادلة. بعد ذلك حسبنا الاتش بومب بالفوركاست، ثم أتينا بالدلتا اتش ستاتيك اند اتش بومب، الفرق بينهم static ناقص ناقص اتش بوب. ثم بعد ذلك اتينا بالرسمه ما بين system care والبومبينج كير. وبالتقاطع راح نحصل على الكيو اوبريتنج والاتش اوبريتنج بالفوركاست ايضا. من ثم نذهب للكيستو. كيس 2 هو تحديد البومب من 1 قلنا الى تريبل. الان حد مثلا دبل بومب، تغير معنا القيم، تغير معنا الرسمات، تغير معنا الكيو اوبريتنج والاتش اوبريتنج. والان الكيس 3، الكيس 3 هو 1 pump 2 2 tank. لاحظ القيم راح تغير C1 C2 C3 أيضا، ولكن سنشرحها بعد قليل. تغير القيم في Q operating وال H operating والقيم هنا. الآن راح نشرح الكوست. أعطانا الانترست ريت، وأعطانا number of year pipeline، لكن number of number for pumping راح نحسبه اللي هو 10 multiply np over np max. وبذلك راح نحسب 3 cost: cost of pipeline, cost of bombing, cost of power. فرضنا ان ال nm 90%، واتينا بال n required ايضا من forecast. ال n required تقاطع الافشنسي، والأعلى نقطة اللي هو ال
efficiency max، والآن نحسب ال RF recovery factor المعادلة لل pipeline RF1 بعدها RF2 ما بين ال number of year of pumping، وبعد ذلك نحسب ال EHP هذا القانون، وأعطانا البومب شغالة 14 ساعة لليوم، أعطانا الباور كوست C1 و C2 راح نضربها في الريكفري 1 والريكفري 2. والآن هنا حصلنا على C1 C2 C3 قيم، تتغير مع تغير كل شيء. هنا الرسمة اللي شرحناها، هنا رسمة الإفشنسي، وهنا الرسمة كاملة ما بين البومب كير السيستم كير الإفشنسي كير. وفي الختام أتمنى أن يكون هذا البروجكت هذا المشروع واضح وسهل ومفيد. عمل هذا المشروع كله من فهيد الحبابي، محمد الداود، الوليد الدهمش، عيد القحطاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.